طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. قبل ان ندخل بموضوع اليوم، هناك مقطع تم تداوله يوم امس على مواقع التواصل الاجتماعي، زياره لنائب رئيس الجمهوريه اياد علاوي في احد شوارع العاصمه بغداد، ويتحدث معه مواطن ويقول له المواطن بانك مسؤول عني وعن هموم الشعب. يرد له اياد علاوي بانه غير مسؤول، ويعني كان هناك جدال في الموضوع. خلونا ناخذ المقطع ونرجع نسولف على هذا المقطع. انت مواطن مسؤول علي امام الله سبحانه وتعالى. لا انا مسؤول عنك. ليش؟ انت مو شنو منصبك انت؟ ايش شنو منصبك؟ ما عندي صبح رجال، ما عندي مصلحه، ما عندي صبح. شلون ما عندي؟ ما عندي رئيس الجمهوريه وكل شيء، ما عندي مصلحه، ما عندي شيء، ما عندي تنفيذيه، ما عندي ما عندي شيء. مواطن عراق انا دافع، دافع من تدفعني انا كثير رابط مش العراق صار، من تدفعني هسه؟ انا دافع، دافع انا من جيت عليك ودافع لك، هاي خطيت الشعب كله برقبتك. ليش؟ باوة. لا والله لا عزل. هاي واحدة. اسمعني. فبشة والصناعة. اسمعني. والزراعة. اسمعني. خلي يعني مخلي. مصر يا بدمرت. انت دمرتونا. احنا شلون دمرنا؟ انت دمرتونا. شلون دمرنا؟ شوف تسامع مصر. ليش مسامع مصر؟ انت ليش تلبي الشعب المصري؟ الشعب المصري عنده حرية آراء. احنا طوائف. وين حرية؟ احنا طوائف حمي. احنا طوائف. لك 30 40 مليون طلع مرتين. احنا طوائف. نعم، يعني استمعنا إلى الحديث، يقول له أنا غير مسؤول عنك، والمواطن يقول له أنتم مسؤولين عن كل هموم الشعب وكل ما حدث للشعب. كذلك يرجع إياد علاوي يقول له أنا غير مسؤول، ويفتح لي إياد علاوي موضوع آخر وهو موضوع مصر وأنه كيف قامت الثورات في مصر. المواطن رد واضح وصريح بأنه في مصر هناك يعني حرية التعبير لا توجد في العراق، لا توجد في العراق. طبعا بعد ذلك هرب أو يعني حاول أنه ينهي الحديث مع إياد علاوي وترك الحديث مع هذا المواطن. إذا نائب رئيس الجمهورية غير مسؤول عن المواطن أو هموم الشعب، فمن هو المسؤول؟ نرجع إلى موضوعنا، وهو للأسبوع الثاني على التوالي ميليشيات الحشد الشعبي تواصل في محافظة ديالى منع مرشحين وأحزاب من إقامة حملاتهم الدعائية أو الترويج لأنفسهم في مناطق معينة دون غيرها. طبعا في ظل احتكار مسلحي الميليشيات حملات الترويج بما فيها نشر الصور والملصقات الخاصة بمرشحي قائمة الفتح الممثلة بالحشد الشعبي في الانتخابات المقررة في يوم 12 مايو أيار المقبل، طبعا وسط صمت من قبل لجان المراقبة في مفوضية الانتخابات. يعني يوم الأربعاء الماضي مسلحون من ميليشيا بدر بزعامة القيادي صباح زيني قاموا بإنزال عدد من الصور لمرشحين من قوائم أخرى في منطقة الصدور شمال شرقي بعقوبة عاصمة محافظة ديالى. هددوا بمن يرفع صور لغير مرشحي قائمة الفتح، وذلك بعد يوم واحد من حدث مماثل قامت به ميليشيا العصائب في جلولاء شرق ديالى، تزامن ذلك مع إحراق صور لمرشحي تحالفات أخرى من قبل ميليشيات حزب الله في مدينة السعدية القريبة منها.
حتى مساء الأربعاء الماضي الميليشيات التابعة للحشد احتكرت 6 مدن وبلدات في ديالى لصالحها فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية. فشل كذلك رئيس البرلمان سليم الجبوري بإقامة مؤتمر انتخابي له ولمرشحي القائمة التي ينتمي إليها في بلدتين من ديالى. رئيس البرلمان يمنع من إقامة ترويج انتخابي إلى غير أنه ووفقا لمسؤول بالشرطة في ديالى فإن هناك عملية بلطجة كما وصفها بلطجة انتخابية من قبل ميليشيات الحشد. أضاف هذا الضابط في الشرطة والمسؤول بأن تلك الميليشيات منعت الأهالي من استقبال أو نشر الدعايات الانتخابية للمرشحين من غير قائمة الفتح التابعة للحشد الشعبي. هناك من روج أن بعض المرشحين تعرض للخطف ليوم أو ساعات معدودة وخرجوا عليه أثار ضرب، وقال مقربون من ميليشيات الحشد الشعبي بأن معركتهم الانتخابية في ديالى أولاً ومن ثم في بغداد ومدن الجنوب باعتبار أنها خليط من مكونات مذهبية وطائفية وعرقية مختلفة. طبعاً تحاول فصائل الحشد أن تنتزع أكبر عدد ممكن من مقاعد المحافظة البالغ عددها 14 مقعد على حساب مكونات المحافظة ذات الغالبية العربية السنية والحدودية مع إيران. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، كذلك المقطع الذي عرضناه لإياد علاوي. معنا اتصال منتظر من البصرة، تفضل منتظر. مساء الخير عليك مساء جميل عمر، مساء الخير على جميع المشاهدين الفاضل. طبعا تعليق بسيط حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الائتلاف الوطني إياد علاوي بصد سمع من المواطنين اللي يحمل المسؤولية للمواطن، يعني بعد ما أوصله أعتقد يعني أشرف حملة انتخابية هي ما يدور الآن من حرب غير نظيفة وتخبط في الدعاية الانتخابية، حتى بعض المسؤولين أفلت فيما يقول، يعني كل الذي يقوله هو أصبح يعني لا ينفع. بالتالي هذه التصريحات تنم على استغفال وكذلك استغفال للشعب العراقي وكذلك عن تخبط وعدم وضوح سياسة واضحة نقول تقدر تمشي عليها الكتل السياسية والأحزاب. إياد علاوي نموذج للسياسة المتخبط للسياسي الذي فشل بإدارة البلد ويتحمل جزء من المسؤولية ومن الأشخاص الذين جربوا وفشلوا. فبالتالي عندما يحمل المسؤولية للمواطن العراقي أعتقد هذه هي طامة كبرى. اليوم يعني كمتابعين للوضع نعول على وعي الشعب العراقي في كشف في اختيار الأفضل وكشف الوجوه، هي الوجوه يعني مكشوفة ولكن في عدم تجديد الثقة بها حتى لا تعود المأساة من جديد. لاحظة يعني من خلال متابعاتنا للبرامج وحوارات السياسيين والدعايات الانتخابية لا توجد لحد الآن أي مرشح أو الغالبية العظمى خلينا نقول عدم وجود برنامج انتخابي حقيقي يعني من الممكن تطبيقه. هي أعتقد حتى بعض البرامج الانتخابية مستنسخة من محرك البحث جوجل، يعني جايبيها معدلين عليها أو جداول البرامج الانتخابية مع الدورات السابقة، يعني ماكو فد أمور يعني خطط استراتيجية موضوعة وهو باله ممكن ينفذها، هي مجرد وعود. إن وجدت بعض المرشح حتى ما عد برنامج انتخاب بس يقعد ويسولف ما عد فشي، فتتخيل وين وصلنا لهاي الدرجة بحيث يعني الاستهانة بالشعب العراقي لهذه الدرجة حتى ما يتكثر عليه يخلي له برنامج انتخابي من أجل تطبيقه. نعم زي منتظر، هو يعني بالمقطع يقول للمواطن أنه الشعب المصري قام بثورتين، المواطن جاوبه قال عندهم حريات، احنا ما عندنا هاي الحريات اللي موجوده. يعني ابسط مظاهره هسه اذا طلع ما مدعومه من احزاب، ما مدعومه من ميليشيات، راح تتهم بانها مدعومه خارجيا، بانهم دواعش، بانهم بعثيه الى اخره. شلون يقدر المواطن يطلع بمظاهره يريد يطالب بحقوقه وليس بتغيير نظام اذا ما تقمع؟
نعم. إذا نائب رئيس الجمهورية يريد ظاهر يريد يسوي انقلاب على العملية السياسية، ظاهر ما عجبت العملية السياسية. نعم. شنو رأيك بهذا الكلام؟ نعم. طبعا هل يضمن لي السيد اياد علاوي سلامتي لو طالبت بتغيير الحكم؟ عندي تجربة سابقة بال 2015 عندما اندلعت التظاهرات انطلقت من البصرة بسبب تردي واقع الكهرباء، واستشهد منتظر الحلفي هذا الشاب الذي في قضاء المدينة، وبعده اندلع التظاهرات. ما تتخيل حجم الضغوطات والاتهامات والتهديدات اللي تعرضنا له ب 2015، ما حد وقف ويانا، يعني حتى وصلنا العدد من آلاف، وصلنا آخر شيء 45 ناشط ناصب خيمة وقاعد بباب المحافظة. نعم. هذا نموذج على اللي طالب بحقوقه، وال 45 واحد أكثر من نصهم حاليا هم مغتربين خرجوا خارج العراق بسبب ضغوطات والتهديدات، ما بقى هو العدد القليل، والعدد القليل بعد ما راح يعيته ويطلع تظاهرات لأن جازف بنفسه وبحياته ما حد وقف وياه. نعم. السيد إياد علاوي مصافحات، هو كنموذج، أنا ما قصده هو نموذج الطبقة السياسية الموجودة. نعم. ضمنون سلامتي لو عندك حمايتك وعندك مصفحاتك وتحكي بحياة قدر وعندك فضائيتك اللي ممكن تحكي بها، أنا منو يضمن سلامتي؟ أنا أطلع تظاهرة وأرجع بتكسي أو أرجع بسيارة عبرية، ومن السهولة ممكن يتم استهدافي، من السهولة ممكن تصفيتي. يعني احنا كذبة الديمقراطية الموجودة، ديمقراطية حسب المزاج، كلامك يعجبني ديمقراطية. نعم. كلامك ما يعجبني لا دكتاتورية، لازم أنا أصف فيك. الحرية الموجودة إذا أريد يطبخ على مصر أضمن سلامتي، أنا أضمن لك الشعب يطلع، ولا هي التظاهرات اللي حصلت واقتحام الخضراء وصلت إلى إسقاط النظام، يعني على بعد يعني ممكن ساعات يسقط النظام وينتهي كل شيء، كان المتظاهرين قادرين على هذا الشيء. نعم. بس شنو بعده سقط النظام؟ شنو بعده؟ عشوائية وقتل ودم رغم المساوئ، ولكن احنا مع النظام الموجود، ولكن مع التغيير وفق القانون. يعني ما أعرف شلون العقلية جاي يفكرون بيها، هذا احتبره استفزاز للمواطن العراقي، استفزاز لمشاعر العراقيين. يا أخي الله العظيم كارثة، يعني ناس باعت لقمة تأكلها تتحمل المسؤولية، ليش ما تطالب؟ أنا انتخبتك خليتك في البرلمان، شكل لك كتلك معارضة وصلح لي الأوضاع. نعم. يعني تريد أن تخبط فرصعدك ووصلتك بأعلى أصوات، تريدني أغير لك؟ شنو دوري؟ ليش خليتك أنا؟ خب أنا ما انتخب وأنا أغير، وشنو الداعي أصلا للانتخابات؟ زين تريد كل الدور على المواطن، شنو دوركم أنتم؟ هل هي فقط رواتب وامتيازات؟ ما أعرف والله العظيم. يعني نعم. هذا يعني مثل ما قلت لك استفزاز للشعب العراقي. نعم. منتظر من البصرة كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي أسدتنا وأحيي علمائنا ونحيي أهالينا في جميع المحافظات العراقية. أهلاً. نحييكم بتحية الشرف والعزة والكرامة والإنسانية، أهالينا اللي دفعتوا ضريبة الأمة ومن دمائكم الزكية الطاهرة. ندعو الله عز وجل أن يجعلكم زن حسناتكم ويخلصكم على خير من العصابة الإجرامية الفاسدة الغبية في كل مناخ الحياة، الأغبياء في لبسهم، في أكلهم، في شربهم، في وجوههم، في سياستهم الفاشلة الحرامية النشالين القتلة الأغبياء. انتوا يا خونة، يا خونة بتحملوا المواطن نتيجة جرائمكم؟ يا خونة انتوا أغبياء ما عندكمش خبرة سياسية، والكل العالم عارف الكلام ده. وتقارن يقول لك الشعب المصري، الشعب المصري يا حبيبي عمره ما بيفرط في جيشه، مهما اختلفنا مع السياسي، نختلفوا مع الرئيس، نختلفوا مع الحكومة، نختلفوا مع المحافظين، نزعلوا، نشتموا، نغضبوا، لكن الجيش لا يمكن نقتربوا منه لأن ده سند الأمة، عارفينه كويس، وكل هدفنا أن نحافظوا على جيشنا، ما تبقى من جيوشنا، ده للعلم بس معلوم، وبإرادتنا وبرغبتنا وبمنتهى حريتنا ما بنخافوش وما بنتهددوش، ده الكلام ده بناء عن إرادتنا، بمنتهى ما فيش ضغوط علينا أبدا. حضرتك فبالنسبة للعصابة حضرتك هتنتظر منها ايه؟ عصابة عايشة فساد في الارض، عايشة فساد في الارض في كل مناخ الحياة، لا هتلاقي سياسي محترم ولا هتلاقي وضع متحسن، ده احتمال كبير حضرتك كل السيناريوهات مطروحة، احتمال كبير يحصل تشكيل مجلس عسكري من العصابة الحاج قريبا على الانقلاب على الجيش العراقي والشرطة، احتمال ده مخطط إيراني موجود بكل التوقعات موجودة حضرتك تخيلها، اي توقع تخيله في ظل هذا الوضع، وضع الميليشياوي المدمر للإنسانية، وكل العالم أصلا عارف ومقتنع إن دي عصابة
بس الامريكان عاوزين يشيلوهم الليله، كل الدماء عاوزين يشيلوها للعصابه اللي بتحكم، والعصابه عايزه تفضل ماسكه في الحكم مش عايزه تخرج. بقول لك انا عاوز اخرج، والله لو يلاقوا خروج امن النهارده يخرجوا، بس بقول لك انا مش عايز اتحاسب. نعم. هتحاكم، فمش عايز يتحاكم، بقول لك خليها فتاة في فتاة والكل يموت وخلاص، هي دي اللي هي دي القصة حضرتك. فندعو الله عز وجل أن يوفق أهالينا وإخواتنا وأساتذتنا ويمكن المقاومة وتكون ممثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني بإذن الله تعالى قريبا، لأن مش ينفع الفوضى دي وتفضل شغالة، خلاص العالم جابت آخرها، جابت آخرها، إحنا اتخلقنا في الأرض للدمار وللخراب. نعم. ولا نعيش وناس محترمين ونحب بعضنا، فأنا عاقل، فأنا منطق، ما هو الإنسان يتكلم بمنطق. دي عصابة مجرمة، عصابة يجب الكل يتحد، احنا بنحب جميع البشر حتى. نعم. اللي ماليش دين بنحبوه، لكن العصابة دي بنضربها بالأحذية على وجوهها. وشكرا. مصطفى السيد من مصر كان معنا. رسائل واتساب يقول أخ عمر علاوي أحد عرابي الاحتلال، وكل شخص أتى مع الاحتلال أي كان هو عميل وخائن للوطن كما يقول، وبنفس الوقت الشعب له سبب كبير بتدمير الوطن لأنه أصبح قطيع بيد تجار الدين المزيفين، والشعب يعلم ذلك ولكن تخلفه سبب كل هذا الدمار كما يقول في رسالته. رسالة أخرى يقول هم فعلا غير مسؤولين عن دمار البلد لأنهم أشباه رجال وهم دمى بيد المحتلين الثلاث الأمريكان والفرس والصهاينة ابن ميسان. رسالة أخرى يقول السلام عليكم هلال، رسالة من هلال يقول بالنسبة لكل لكلمة المجرب لا يجرب، هم نفسهم ونفس رؤساء الكتل ونفس الفاسدين والمجرمين بحق الشعب العراقي، وهي أكبر أكذوبة وشرعنا لكل الفاسدين والمجرمين اللي حكموا العراق من 15 سنة وتثبيتهم. الحل الوحيد مقاطعة الانتخابات الباطلة كما يقول، وهذا أضعف الإيمان والخزي والعار لهم. وتحياتي يقول. رسالة أخرى يقول أخي عمر يواصل المواطنون تعبيرهم عن غضبهم واستياءهم من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة من ساسة العراق الحاليون، وذلك من خلال تمزيق وتشويه صور المرشحين في الأماكن العامة من العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحذير إلى كل من يتعمد بتمزيق الدعايات الانتخابية أو تشويهها، مشيرة إلى فرضها غرامة مالية بحق كل من يخالف القوانين والتعليمات. الشعب رافض لهؤلاء لأنهم فاسدون ويعملون مصالح، وكثير أمور هم سببها من كهرباء وماء وصحة وتعليم أفسدوا فيها. أضف لذلك يقول السرقات والنهب لخيرات الشعب، لذلك وجب قيام ثورة عارمة لاجتثاثهم من السلطة لأن لديهم مصالح من وراء معركتهم الانتخابية فقط لا غير، لذلك لا لهذه الوجوه التي يهمها الفساد وكل أشكال المحاصصة. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أم علي من ديالة، تفضل يا أم علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك يا أخي وأحيي قناتكم المفضلة. أهلا وسهلا بك أخي. أريد أسأل على أنا أقول لإياد علاوي. نعم. إياد علاوي من يوم اللي يحاكي هذا المواطن البريء، ليش مو هو اللي سوى المجزرة مال الزرقاء؟ لا، ما الزرقاء بزمن المالكي. ايوه، بزمن إياد علاوي هم سووا الطائفية. نعم. هسه بيا وجه جايني عاتب هذا المواطن الشريف. نعم. هما شنو اللي سووا لنا اياه وقدموا لنا اياه؟ هاي الحكومه كليتها. نعم. عقب بس الطائفيه والتهجير كل شنو سووا لنا، وغير الكتل والذبح والخطف. نعم. وهسه جايينا بيا وجه اسود عشان يسمع، يريدون نريد ننتخبهم. كليتهم نفس الرصينه، وشك واحد اللي راح ينتخب هسه راحت مصيره الاتراب. نعم. ويوميا طلعونا هاي مال الداعش، انتم مو بداعش، انتم مو بالارهاب. زين، وكلهم كذابين اخي، كلهم كذابين ومنافقين ودجله، وكلهم عملاء تابعين لايران، حكومه ايرانيه.
شنو اللي سوونا يا اللي قدموه الشعب العراقي؟ هسه جايين بيا وجه يريدون ان يتعالوا ينتخبونا، ما ننتخب كل واحد من عندهم، حتى الجديد اللي يجيهم راح يصير عميلهم مثلهم. خلي يرجعون على طريق اللي جونا بيه من ايران، لا كلهم عملاء وحراميه وكذابين. نعم. شلون على عين ووجه اياد علاوي يحكي لهذا المواطن بحق؟ خلي ياخذ جيشه ويروح يقاتل ايران ويقاتل امريكا واسرائيل اللي دمرت شعبه. اذا هو صدق هو شريف ونزيه، ما دمروا شعبنا ايران وامريكا واسرائيل، وهو ساكت وهسه جاي من المواطنين يريد من عندنا انتخابات. كل انتخابات ماكو. نعم. وكل العراقيين لا تصدقون بذول الوجوه، لا جديدين ولا قديمين، كلهم نفس الطينه من طينه واحده، وكلهم طائفين وكلهم كذابين وكلهم عملاء تابعين لايران. نعم. ما دام الناس جاي يقتلون وجاي يحرقون باللافتات ويهددون بالسماء المرشحين الجدد. نعم. معناتها اكو لعبه جديده ورا هذه الانتخابات. والجاي اسوء 100 مره نقول هذا الجاي اسوء. ترى يا عراقيين اصحوا كلهم عملاء. نعم ام علي من الديالة. نعم انا اشكرك ام علي. شكرا ام علي. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. وعليكم السلام. عمر تحياتي لحضرتك يا اخي العزيز. اهلا وسهلا. وإذاعة القناه وكل شريف والاخ من البصره والاخت من الديالة. استاذ عمر، احنا نقول من البدايه اللي يسرق الشعب العراقي واللي ينهب خيراته واجياله وجاي بالبرلمان يسوي نفسه انه هو يعني مثقف ومواطن حريص وكذا، وبعدين الاموال اللي تذهب يمينا وشمالا، لا يعني احنا حقنا، احنا ابناء الشعب العراقي وحقنا انه نطيح لك حظه يكرمك الله يعني. وشكو كلام يعني هو يجي يخلي نفسه بالواجهه. فاذا كان زين كلها تصفق له وكلها تقول له اخذ اربع سنوات، واذا كان شين نلعب لك والدي، وهو لازم يسكت وينشف. فهؤلاء يا اخي من ال 2003 وال4 وكذا يعني ماكو يعني ما تسمع بالخارج او بالداخل او سرقه. زين هو من يقول يعني يقول له انا ما مسؤول عنك، يعني هو برايك لان هو مثلا نائب رئيس الجمهوريه ما عنده سلطه تنفيذيه، لو هو يعاتبه يقول له انتم ليش ما قمتوا بثوره مثل على غرار اللي قامت في مصر؟ شو عمر شفتها مثل الكلام؟ نعم. بالنسبه لهذا اياد علاوي هذا لازم شو مش كبراته يعني، هو لازم يبقوه وهو لازم على اساس انه رقم ماكو. يا اخي محسوم الانتخابات انا اقول. نعم. لك ها بالنسبه للميليشيات لو واحد ماسك علاق في ذيك الفتره العصيبه السوداء كل واحد قتلوا كثير من العراقيين، فهذول يعني ما حد ما يكشف شايف هذا غطى الاخر، يعني لازم يبقون بهالصوره. مع انه مثلا شوف خيانه الخزعلي لمقتدى الصدر، ومقتدى الصدر ساكت واخذ نص جماعته وكذا، فماكو ما بيها مجال يعني، ذولا لازم يبقون واحد يطمطم للاخ. نعم. وهذا المجرم الاكبر مالتهم المالكي هذا يطمطم على يعني تعرف انت هو فد واحد انسان يعني الله شوف الله سبحانه وتعالى ينتقم من هذا الشخص، مو 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 بس شكوا من حواليه ومعاه وساعدوه في سرقه اموال الشعب العراقي وفتح يعني تصور يا اخي يا اللي تحدث معاه انا ايش مدري انا ايش علي يا معود الموصل راحت ها مو انا عندي يعني يسوي نفس شوف. نعم. العالم كلهم بلوهم بس هو بعد لحد الان الاغلبيه الساحقه ولا شوف هذا زين بال 2010 بال 2010 قائمته فازت وصار ما صار معروف طبعا العراقيين انه المالكي استطاع ان يشكل حكومه والتفوا على قرار او يعني اقنعوا المحكمه الاتحاديه بانه الكتله او التحالف الاكبر داخل البرلمان وليس الفائزه انه هي شكل الحكومه، تم تشكيل الحكومه وعلى اساس هو يمسك منصب سياسي في وقته كان يطلق عليه انه مدير الامن الوطني او منصب رئيس الامن الوطني في وقتها. زين هو بعد هذا اللي صار وتم سلب المنصب من عنده، ليش ما شكل معارضه داخل
البرلمان وطالب بحقوق الناس. هاي المشكلة يا أستاذ عمر، الحرامي زين والسارق والانهابي واللي مكلف من نعم. من دولة أخرى ما يقدر، ما عنده أي سلطة، ما عنده أي شيء، كل ما هنالك يجمع حرامية حوله. مشوا دولة دولة القانون، ولا واحد من عندهم حوسب، ولا واحد من عندهم إجا جابوه من ابنه وقال له تعال يا أخي أنت يعني هسه ما يخالف 100 200 300 400 مليار، وين صارني أنت؟ نعم. من يعني شو أقول لك؟ بس أقول لك شغلة يا أستاذ عمر. نعم. شوف شلون، شوف هذا من هزع عروشهم هذا السفهان، شوف شلون إيش قد ما قدروا بعد ما كلها تتراجع إلا يطلعوا إلا إيش اسمه، بعدين إلى أن سفروا وارتاحوا. شوف هسه هذا شو اسمه أبو اللي على طول سليماني يفتر معاهدات وصفقات كأنه ما له شغل أصلاً بالحكومة العراقية في بغداد. تلاحظ شلون؟ مرحب فيه. ليش أنا ليش أقول مثلاً ليش الدول العربية كلها ما لها حق بالعراق؟ ليش إيران دهن ودبس وكلها قاعدة وميليشيات وشغلات؟ ليش؟ يا أخي هذول خاصة، هذول خاصة السياسيين وخاصة الميليشيات، وهسه حتى الوجوه الجديدة المنافقين إعلاميين كلهم منافقين. زين هذول يعني حتى من يتحدث على النجفي مو قصة النجفي، يقصى أهل السنة. فهؤلاء طائفيون، العراق ما راح يصفى ما طول أكو ناس طائفيين عنصريين راح يجون للحكم مرة أخرى ويتحدثون على أساس الشعب العراقي والشعب العراقي. نعم. يا أخي سامي. ناس نعم. سامي من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. دام فضلك يا عمر، كيف حالك؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. تحية لك يا عمر، تحية غلاة الرافدة، تحية للشعب العراقي بكل أطيافه، وتحية لهيئة علماء المسلمين على راسه الدكتور سنة حارث الظاهر المحترم، وتحية للشعب العراقي، وتحية كل عراقي شريف مهما كان مذهبه يرفض التبعية إيران. نعم. وما بالنسبة للعملية السياسية، فالعملية السياسية هي فاشلة من أول يوم، وأكبر دليل على هذه الصورة القذرة باحترام للشعب العراقي بتصور هذه العامر وهذه الأحذية والقنادر هذه والخميني والعبادي، وهذا على الشعب العراقي العريق أن ينهض ويحذف هذه الشكوك المجرمة، تحول العراق ظل هذه الصورة القذرة إلى حاضن للإرهاب، بدل ما كان العراق هو جمجمة العرب ويدافع عن العرب وقضايا العرب أصبح هو عبء على العرب. وتحية لك وتحية للشعب العراقي. نعم. أبو فيصل من السعودية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل الواتساب، يقول السلام عليكم أستاذ، العراق يبقى نفس الوضع طالما الشعب قانع بهذه الزمرة العميلة إلى إيران. لم يحصل تغيير في العراق إلا بشيء واحد، هو أن الشعب العراقي يتوحد بكل أطيافه ويترك الأحزاب العميلة لإيران، بإذن الله يكون التغيير. وشكرا أبو إبراهيم من بابل. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي حلال تايه، اجت ناس لا ذمة ولا ضمير وباقت وهسة تصرف بدون وجع قلب، يقول على ما تسمى بالانتخابات. تحياتي للقناة. رسالة أخرى يقول بعد السلام أخي، المفروض تحيي الأخ مصطفى على كل ما قاله وعلى الشعور العالي بالوطنية. يا أخي تكلم جزاه الله خيرا، أفضل مما يتكلم به العراقيين، قليل من الثناء يطيب النفس ويجمع حولكم الناس حتى يفهموا قضيتنا. لا تزعل مني، قصدي خير. بالمناسبة أخي مرسل الرسالة يعني مصطفى السيد متصل دائم لهذا البرنامج، وإحنا دائما نحييه ونحيي الشعب المصري على المواقف الوطنية مع العراق.
طبعا نرجع الى موضوع الصور واحتكار وما سميت ببلطجه انتخابيه في ديالى. المصادر في داخل الشرطه في ديالى تحدثت بان الهدف من تحييد اصوات الناخبين العرب السنه والاكراد والتركمان فضلا عن التحالفات الاخرى داخل المحافظه ياتي بهدف سيطرة الميليشيات وبالتحديد قائمة الفتح على المحافظة محافظة ديالى. النائبة عن محافظة ديالى غيداء كنبش تحدثت مع صحيفة العربي الجديد بأن المناطق التي عاد أهلها إليها وضعت تحت سيطرة حزب أو تنظيم معين بحجة حمايتها بعد تحريرها من تنظيم داعش، وأكدت بأن الجهات المسيطرة على المنطقة منعت دخول المرشحين المنافسين إليها بسبب حصرها بمرشحين محسوبين على قائمة الفتح، وأوضحت ما جرى معها قائلة: في أحد الأيام ذهبت إلى منطقة تحت سيطرة تلك الجهات لزيارتي لأحد أقاربي، وبعد الخروج منهم بفترة قليلة أتى إليهم مختار تلك المنطقة وسألهم عمن سمح لي بالدخول وأبلغوهم بمنع من الوصول إلى المنطقة مرة أخرى. هاي نائبة بالبرلمان ما تقدر تزور أقاربها بالمحافظة ديالى. تخيل محافظة ديالى السابق عمر الحميري تحدث عن وجود ضغوط تمارس على بعض القرى والبلدات في المحافظة من أجل التصويت لشخصيات معينة، وبين بأن الضغوط التي تمارس اليوم هي من خلال استخدام الأسلحة أو الترهيب بالاعتقال، وأوضح أن كل ذلك من أجل الضغط من هذه القرى للتصويت لقائمة معينة وأشخاص محددين داخل القوائم الانتخابية. لفت إلى أنه يوجد مناطق أو توجد مناطق في ديالى هي مصورية الجبل، أطراف بلد روز العظام، مناطق أخرى في المحافظة تشهد ضغطا من قبل بعض المسلحين للتصويت على هذه القوائم، والتحذير يتضمن التهديد بأن القرية لن يبقى فيها أحد وستهجر بالكامل إذا لم يتم انتخاب هذه القائمة أو الأشخاص المنضوين فيها. أكد أنه تم استقبال وفد كبير من تلك المناطق يشكو هذه الظاهرة التي انتشرت في محافظة ديالى، ودعا الحميري رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي والإدارة المحلية في ديالى بشقيها المحلي والتنفيذي إلى التحقيق بهذا الأمر، كما دعا زعيم ميليشيا بدر هادي العامري للتدخل السريع لكبح جماح هؤلاء المسلحين الذين يضغطون على هذه القرى بالاعتقال أو بالترهيب بسبب اشتراكهم في الترويج لبعض المرشحين الذين هم من خارج قائمة الفتح. هذا في ظل النظام تداول السلطة والديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها. أحد المواطنين وهو سالم البلاوي تحدث لصحيفة العربي الجديد، قال: أنا مدرس في قرية السعدية، طرح علي الترويج لأحد المرشحين مقابل مبلغ مادي وقمت بذلك، وبعد يومين من عملية الترويج ونشر بعض الدعايات في الأماكن العامة دخل مسلحون بزي عسكري على المدرسة في أثناء الدوام الرسمي وتهجموا علي بالضرب أمام الطلاب والكادر التعليمي، كما قاموا بعصب عيني واقتيادي إلى جهة مجهولة. ولفت إلى أنه تم التحقيق معي عن عملية النشر والترويج، وقاموا بمنعي وتهديدي بعدم الترويج أو العمل إلا لجهتهم فقط وإلا أقتل، وقد تعرضت للتعذيب لمدة 4 أيام وبعدها أطلق سراحي. هذا ما يحصل في ديالى، ما يحصل في ديالى اليوم. الميليشيات تمنع صور وتمنع حتى حملات الانتخابية من قبل المرشحين الآخرين في القوائم الأخرى. رئيس البرلمان ما قدر يعمل مهرجان انتخابي إلى في المحافظة. النائبة غيداء كنبش تتحدث، المحافظ السابق عمر الحميري كذلك تحدث عن هذا الأمر. طبعا موضوع آخر متصل حول الانتخابات، قول بالوقت اللي يتحدث فيه مرشحون الانتخابات التشريعية في المناطق المستعادة
من سيطرة تنظيم داعش عن ذهاب عدد كبير من بطاقات الناخبين إلى الأحزاب التي يمكن أن تستخدمها في التلاعب بنتائج الانتخابات. سياسيون عراقيون يعربون أيضا عن خشيتهم من احتمال تزوير النتائج في حال تمكنت هذه الأحزاب بالفعل من التصويت بالبطاقات التي استولت عليها والتي يعود بعضها إلى موتها. وهذه ليست الحالة الأولى في انتخابات البرلمانية. ومصدر مقرب من مفوضية الانتخابات كشف عن فقدان عدد كبير من بطاقات الناخبين في المناطق المستعادة خصوصا في محافظة الأنبار غرب العراق، وأكد وجود معلومات تشير إلى ذهاب هذه البطاقات إلى الأحزاب المتنفذة التي استولت عليها أثناء عمليات النزوح بعد سيطرة تنظيم داعش على أغلب مدن المحافظة في عامي 2014 و2015. معنا اتصال أبو حسين من ديالة. تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا لحد الآن نازحين من ديالة. نعم. ايه، وهسه بالنسبة للانتخابات راح تجي، احنا الانتخابات ال 15 سنة صاروا مسدة الحكم، شنو اللي شفناه من عندهم؟ فهسه ننتخب الوجوه الجديدة. نعم. زين ابو حسين، من ياسر انتم مهجرين من ديالة؟ من يا منطقة بالضبط؟ من ناحية السعودية. من السعودية. ياسر تهجرتوا؟ ناحية السعودية. نعم. بياسر طلعتوا من السعودية؟ صار 5 سنين، من 6 إلى 14. ها 2014. نعم. زين، من تراجعون المحافظة، تراجعون الدوائر الرسمية، شو يردون عليكم؟ والله جاي راجع قسم، جاي راجعون، هم بيوت كلها محروقة ومفلشة، صايرة خربة. نعم. اي والله. ويعني بس ما يخلوكم ترجعون لبيوتكم؟ لا، على اساس يقولون ورا الانتخابات نرجعكم. هسه احنا نازحين، جاي يفترون علينا هذول المرشحين، كل يوم جاينا واحد ينتخبوني. نعم. هسه قام يبين علينا وش سوى لنا، شنو هو لا ننتخب. نعم. اي والله اكو 2-3 من المنطقه صاعدين يشوفهم وجوه جدا بكت عسى ولعن. نعم. اي والله. قاعدين بمخيمات ابو حسين؟ لا والله، قاعدين آجار، والحكومة كل شيء ما منطيتنا، لا منظمات إنسانية، ولا سووا باجات على أساس ينطلنا فلوس على أساس شاري، كل شيء ما قابضين. هذا صار لنا 5 سنين. نعم. الله يعينك. هسا قاعدين آجار. بيا منطقة قاعدين؟ بيا محافظة؟ داخل ديالة أو خارج ديالة؟ والله لا، قاعدين شمال ديالة بالإقليم. نعم. اي والله. الله يعينكم. حسين خلف جماعة الإقليم شوية زين، ويا قاعدين وهم يأخذون اللي فيه تجار وكذا وهاي، وما الحمد لله. هاي جزاهم الله خير. أي والله. الله يعينكم، الله يفرج عنكم أبو حسين، إن شاء الله ترجعون لبيوتكم قريبا. يستر عليكم إن شاء الله. الله يسلمك. إن شاء الله يرجع العراق، ترجع محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. آمين. شكرا أبو حسين من ديالة، كان معنا وينقل بعض مأساة النزوح منذ العام 2014. نرجع إلى موضوع استخدام بطاقات المسروقة وربما أسماء الموتى في الانتخابات، وكما أشرنا هذه ليست الحالة الأولى في الانتخابات البرلمانية في العراق. السنوات السابقة كذلك شهدت استغلال أصوات للموتى، تخيل، مع الأسف يعني شر البليتي ما يضحك. المصدر أضاف أنه حتى الأشخاص الذين توفوا بسبب العمليات العسكرية لم يتم العثور على بطاقاتهم، وتخوف من أن تقوم بعض الأحزاب بالتصويت بدلا من الموتى في حال لم تنتبه الجهات الرقابية إلى ذلك. المصدر المقرب من مفوضية الانتخابات قال بأن بعض الأحزاب استغلت الحاجة الماسة للمال من قبل الأسر النازحة التي عادت مؤخراً إلى محافظة الأنبار لشراء بطاقاتهم مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز $100 أمريكي في أحسن الأحوال. بيّن بأن بعض الأسر باعت بطاقات موتاها للأحزاب،
التي يمكن أن تستخدمها في عملية التصويت. في هذا السياق جزم أو أكد الزعيم القبلي في محافظة الأنبار عاشور المحلاوي بأن نسبة النزاهة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز 50%، وتحدث عن قيام بعض الأحزاب بشراء الأصوات من خلال دفع مبالغ مالية لبعض شيوخ العشائر والمسؤولين القادرين على التأثير في الناخبين. من جهته حذر الخطيب في محافظة الأنبار رعد الجغيفي من تبعات التلاعب بنتائج الانتخابات، وطالب القائمين على الاستحقاق بالتعامل بحيادية مع جميع المرشحين، وشدد على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية كما قال. بيّن في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية بأن الدعاية الانتخابية يجب أن تكون واضحة، وألا يستخدم فيها المرشح أساليب ملتوية مثل توزيع الأموال والسلع للناخبين من أجل ضمان أصواتهم. معنا اتصال ناطق من جرف الصخر، تفضل ناطق. شلونك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بيك استاذ عمر. احنا نطالب من خلال قناتكم وقناه الرافدين باعاده النازحين جرف الصخر. نعم. لان نطالب رئيس الوزراء حيدر عبادي باعاده نازحين جرف الصخر، لان صار لنا تقريبا 4 سنوات نازحين ولحد هسه ما عادونا. من قبل ميليشيات كتائب حزب الله وكتائب العصائب الحق منطقه جرف الصخر، وما خلوا علينا كل شيء استاذ عمر، لان بساتيننا جرفوها وبيوتنا جرفوها وما خلونا نرجع لحد هسه. وطالبونا هواي من خلال شيخ عشيرتنا شيخ عدنان، وطالب وين يعني كل ما يروح المحافظ بابل يقول له يم حسن نصر الله بلبنان. يروحون لبنان يقولوا له بيران، يروحون لعبادي يقولوا له يم احاد العامري، يعني هسه ما خلينا نرجع. نعم. عندنا سجون احنا منطقه جرف الصخر تقريبا 10,000 معتقل بمنطقه جرف الصخر من قبل ميليشيات قتال حزب الله. نعم. هم اجاكم مرشحين؟ هم اجاكم مرشحين قال لكم تعالوا انتخبونا؟ مرشحين عندنا من جرف الصخر شيخ عدنان، وعندنا صلاح كامل، عندنا هواي من المرشحين. نعم. منطقة جرف الصخر. ما قدروا يسوون شيء. ما يقولون رسوم واحنا نرجعكم لجرف الصخر. بس ما في يمكن ما اظن حتى انا ما رجعنا. زين ما هو بالمنصب قبل يوم وقبل شهر وقبل سنه وقبل سنتين، هو موجود بالمنصب ما قدر يسوي شيء. شنو راح يتغير بالانتخابات القادمه؟ هو اما شيخ عشير الجنابين، وهو اما بنفس اللحظه هو عضو برلمان. نعم. البرلماني ما طالبنا بهذا. معروف. نعم معروف. هو او غيره. واحنا ما قدروا يسوون شيء. شو يقدر راح يسوي بالانتخابات بعد الانتخابات القادمه؟ برايك؟ والله ما ادري استاذ عمر. هي ظلت يوم بعد. نعم. مشكور رحمه الله. ناطق من جرف الصخر، ان شاء الله ترجعون بالسلامه. ابو علي من صلاح الدين، تفضل ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. عمر، حول الانتخابات والسيطره الميليشيات اللي مع مقصود جماعه الفتح اللي موجودين في صلاح الدين. نعم. جماعه الفتح في صلاح الدين سيطروا على كل قضاء الدور، بلغوا قضاء الدور واطراف بلد واطراف الدجيل. يعني هذا لحد اليوم الصبح هذا الكلام، مو حكي يعني ما البارحة، هذا اليوم الصبح. نعم. أي واحد ما راح ينتخب هذه القائمة إحنا لن نتحمل مسؤوليته إلى جهة شالته. نعم. هذا التبليغ اليوم، يعني هذا صار أسبوع بس لحد هذا اليوم الصبح، يعني هذا التبليغ جماعة الفتح اللي ما ينتخب هذه القائمة مالته مستودع. ما إحنا لن نتحمل مسؤوليته إلى أي جهة تشيل هذا الشخص. وهم اللي راح يقفون على الانتخابات عن مسافه عن بعد من هذا الشيء، من هذا القليل. منو هذا اللي بلغ ابو علي؟ اللي بلغ اللي موجود في قضاء الجيل ابو علي الساعدي، يعني يعني اجتمع بناس وحكوا وياهم لو سماعات تفتر شلون؟ شلون؟ لا يعني شلون نقول هذا المختار ابو علي المنطقه عندهم اعضاء من المنطقه
نريد نقول منخليهم شلون مختارين على المنطقه يفترون وياهم اكو مثل قضاء الدور، قضاء الدور عنده هو مره وعنده هو القائمه المفضله عندكم الفشل اللي ليش بالنسبه اكو قطعه الدور اللي ما راح ينتخب هذه القائمه، احنا ما نتحمل مسؤوليته اذا جت فيها شهادات هذا الشخص. احنا ما نتحمل مسؤوليته بالامنيات ما مقصود. يعني التهديد واضح. يعني التهديد يرجو نقول مو غير مباشر، لا هذا تهديد مباشر. هذا التهديد طبعا قضاء الدور هذا اللي معلومه الاكيده اللي حتى اليوم الصباح قضاء الدور اطراف بلد الدجيل قضاء الدجيل اللي 100% شق الدجيل، يعني هذا موثوقه هذه. جماعه الفتح اللي مسيطرين عليها اللي موجود في قضاء الدجيل ابو علي الساعدي وبالنسبه للدور واطراف يعني اطراف بلد ما مقصود المحطه مع البلد وشرقي بلد اللي يرجع قسم من عندهم اللي يرجعوا طبعا اكو تدري مناطق مختلطه ما مقصود اخواننا الشيعه ما عليهم هذا التبليغ، بس بالنسبه للسنه القرى السنيه هذا التحليل عليهم هذا الكلام. نعم. لان الشيعه اللي ما موجودين في المناطق مسيطر عليها سرايا السلام، بس هذا التبليغ للسنه ما موجودين في المناطق. يعني لازم تهديد يقول لك انتخب قائمتي هاي بالنسبه لمناطقكم، بدياله رئيس البرلمان ما قدر يسوي مهرجان انتخابي له والصور يتم تنزيلها ويقول لك نظام ديمقراطي وانتخابات حره. لا ما هذه ما تمشي عن الحره، يعني بس اعطيك كلام موثوق. نعم. اقسم بالله الكريم اللي الناس اللي اعرفهم سواء في قضاء الدجله وفي الدرع المناطق ما موجوده في قضاء في محافظه صلاح الدين، يعني شرط صلاح الدين وليس غير صلاح الدين. نعم. المقاطعه الشهداء تقول 80% مقاطعه الانتخابات. نعم. مقاطعه 80% هذا كلام موثوق، يعني مو اريد اخفض لك كلام واريد اقنع الناس المشاهد واقنع ما موجود عند الناس. لا نعم. هذا كلام موثوق يعني. ما الانتخابات الا في حاله التهديد، ما ادري عاد راح يصير وراء هذا التهديد، الناس متخوفه من التهديد. نعم. والا ابو علي مقاطعه نهائيا. نعم. يعني المقاطعه اي انتخابات، يعني الوجوه ليس الوجوه. نعم ابو علي من صلاح الدين عذرا على المقاطعه، انتهى وقت البرنامج. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.